بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. نشكر المتابعين الأقدام والجداد والناس اللي التحقوا بهذه القناة. إن شاء الله بحول الله وقوته، الحنة اللي غادي نحطوا اليوم هي تقدر يديرها الولد وتقدر تديرها البنت، تقدر تديرها البنت بنية الزواج أو بنية العمل أو بنية السفر أو بنية التسخير، حتى المزوجة تديرها بنية المحبة والتوفيق بينها وبين الزوج ديالها، لأن هاد الصيغة اللي غادي نحط هي تشمل جميع التسخيرات، هي تسخير رائع لجلب ما تريد، لأنك غادي تديريها بواحد الطاقة، ولكن غادي ديريها وانت عندك يقين بان الله هو اللي تيفتح الابواب. حنا هاد الوصفه امتى غادي نديرها؟ غنديرها يوم الجمعه او ليله الجمعه. ليله الجمعه اما نديرها مع فجر الجمعه او نديرها ليله الجمعه او نديرها مع وقفه الجمعه، نتوما في الاختيار. يقدر يديرها الزوج معطل على العمل، تقدر ديرها المراه اللي عندها نفور ما بينها وبين الزوج ديالها، وكاين نفور ما بين كاينه البنت اللي عندها نفور ما بينها وبين الناس، تدخل لأي مكان ما تتقبلش لأن عندها واحد العكس وعندها طاقة سلبية، هذيك الطاقة جاتها من سحر أو جاتها من عين أو جاتها من مشاكل هي ما علماش عليها، كاينه عين، كاينه حسد، كاين تابعة، كاين عقد، إذا هذولا تجمعوا في الجسد تعطيونا المنع، المنع أن المنع تيولي عندي منع في الجسد ديالي، ما تيتقبلش ما تيستقبلش الطاقه الايجابيه وما تيعطيش طاقه ايجابيه، هو نافر من كل شيء داك الجسد، لان كل عقد في المعده، في الراس، ما بين الكتفين، في الرجلين. البنت المصابه دائما تتحس ما بين الكتفين، الراس، الرجلين، حسد او عين، هذوما الاشارات. اما الناس اللي ممسوسين تيحسوا بتنميل، تيحسوا ارق في النعاس، تيحسوا بزاف الحوايج، تيحسوهم هما ضايعين في حياتهم. او في هذه الحاله خاصني نرقي نفسي بنفسي، نرقي نفسي نبدا بغير سوره الفاتحه، نقراها كل ما نجي نشرب نحاول نقراها 3 مرات، ناخذ كاس الماء ونقرا الفاتحه ونفت 3 نفسات ونشرب، لانني محتاجه نخلص الجسد ديالي من العقد. الا بغيتي تفكي العقد ضيفي سوره الفلق، لانها تفك العقد من الجسد. من توصلي العقد كريها 3 مرات وشربي، تقدري تستعني بها بوحدها سوره الفلق، تقدري تستعني بها بوحدها تقريها 7 مرات على الماء، وغادي تبقاي تفكي العقد ديالك وتفكي المشاكل ديالك. اليوم جيت وجبت لكم وصفه باش انكم ديروها على نيه انكم تفتحوا نصيبكم وتبطلوا جميع الموانع، الموانع اللي عندكم معطله لكم الزواج. كاين البنات عندهم مشاكل في الزواج، كاين البنت اللي قرات ولكن بدون عمل، كاين الزوج اللي معطل على العمل، عنده سحر العقد او سحر الفشل تاثر ليه على حياته كامله، يقدر انه يتفارق مع المراه، يخلي الاولاد بدون مصروف، او انه ديما محتار من غيجيب فلوس لانه ما خدامش. اذا صليوا احبابي على سيد الخلق وخليوا لنا تعليقات بالصلاه على الحبيب. اذا الوصفه ديالي ديال اليوم هي ان شاء الله تسخير الامور. غادي ناخذوا الحنه اوراق، الحنه اوراق، غادي ناخذوا واحد الكاس، الا كان عندي ماء زمزم نديرو، كان عندي ماء معدني نديرو، كان ماء الشتاء نديرو، عندي ماء الزهر نديرو، ماء الزهر نديرو. اذا غادي ناخذ واحد الكاس بحال هذا وغادي نحط فيه واحد الكميه ديال الحنه ونضيف ليه الماء المعدني، الماء المعدني هذا ماء الزهر، نضيف ليه ماء معدني على النيه ديال انني بغيت ندير فيه ان شاء الله هاد التسخيره، او ان شاء الله اللي غادي نديرها اما ليله الجمعه، اما نديرها ليله الجمعه، واما نديرها صباح الجمعه مع الفجر، واما نديرها مع وقفه الجمعه. وقفه الجمعه هي وقت الصلاه مع الاذان الاول او الاذان الثاني. اذا غادي ناخذ الورد، ناخذ 3 ورقات ديال الورد، غادي نديرهم هنايا الورد، وتاخذوا شويه الماء الورد وديروا فيه ماء معدني او ماء زمزم، وغادي نحط فيه واحد القبصه ديال الحنه، الحنه وراق اللي غادي ان شاء الله نقرا عليها، وخاصني نغمرها بهذا الماء، خاصها تنزل باش انها تطلق ليا، لانني غادي ندوزها على الجسد ديالي بالكامل. اذا نحاول انني ندير لها بحال هكا باش انها تعطيني الماء اللي غادي ندوزو على الجسد ديالي فقط، وغادي نوضع عليها الورد، لان الورد قد ما حطيتي عليها الورد غادي تعطينا واحد طاقه ايجابيه باش انني نديرها بالنيه
ديال فتح النصيب في كل شيء. إذن هذا الأسبوع عندنا مفاتيح اللي غادي نديروهم على النية ديال فتح الأمور في الزواج في العمل. عندي تعسير، عندي طاقة سلبية بيني وبين الزوج ديالي، عندي مشاكل مع الزوج ديالي. إذن ليلة الجمعة نقرأ عليها سورة الفتح، ولكن من نوصل إن فتحنا لك فتحا مبينا غادي نبدأ نقولها 7 مرات. إن فتحنا لك فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. إذا 7 مرات ونكمل الصورة مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. وغادي إن شاء الله ناخذ هذا الكأس صغير صغير يكون جدا، لأنني غادي ندوزها على الجسد ديالي بالكامل. وأنا تنقرأ بعد ما نقرأ سورة الفتح، بعد ما نقرأ سورة الفتح بالكامل، ولكن من نوصل إن فتحنا لك فتحا مبينا غادي إن شاء الله نحاول أنني نقرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا، نقرأها 7 مرات ونكمل الصورة بالكامل. وغادي نسبح بهذا التسبيح 100 مرة 100 مرة. يا فاتح يا فتاح، 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 افتح لي جميع الأبواب. غادي نهز يدي للسماء، يدي إلى السماء، وغادي نقول يا الله يا الله يا الله، بعد ما نسبح بالسبحة. وغادي نقول يا فاتح يا فتاح، يا فاتح يا فتاح، يا فاتح يا فتاح، يا فاتح يا فتاح، افتح لي جميع الأبواب المغلقة مع زوجي أو مع العمل أو مع العمل أو مع السفر أو أي حاجة بغيتيها. تقولي يا فتاح يا فتاح، افتح لي جميع الأبواب المغلقة، افتح لي فتحا مبينا يا ربي، افتح لي في الزواج، افتح لي في الدراسة، افتح لي في السفر، افتح لي بيني وبين الزوج ديالي في المحبة والمودة. أي حاجة طلبتيها عند الله غادي إن شاء الله يجاوبك في الحين. إذا الناس اللي باغين أنهم يديروها، كيفاش غادي من قريت عليها غادي نخليها ترقد، غادي نقرا عليها ليلة الجمعة. إذا من مورا العشاء نقرا عليها ونخليها تقريبا 15 دقيقة ترقد، ومن بعد غادي ندوزها على الجسد ديالي. ما درتهاش بالليل، غادي نديرها مع الفجر، غنصلي الفجر وغادي نديرها على النية ديال افتح جميع الأبواب المغلقة. يا فاتح يا فتاح، هاد الأسماء بجوج، يا فاتح يا فتاح، أقوى تسبيح لفتح النصيب، مجرب مني بخصوصا ناس اللي عندهم ديون، ناس اللي عندهم مشاكل في البيع والشراء، ناس اللي عندهم كراء ما تيتكراش لهم المحل، بيع وشراء ما تيتباعش لهم، ما عندهمش زبائن. يا فاتح يا فتاح، افتح لي جميع الأبواب، افتح لي باب الرزق، باب الزواج، باب العمل، باب أي حاجة بغيتيها، المحبة، أي حاجة بغيتيها، ربي تفتح لك جميع البيبان. وتقولي يا الله يا الله يا الله، افتح لي باب رزقي في الزواج في العمل في كل شيء. إذن الزوج إذا كان معطل، يدهن الجسد دياله بالكامل بالكامل، يحاول أنه دهن الجسد، ما فيها حتى حاجة، لأن هاد غادي تدهني بحال هكا، تدهني تفتحي جميع الأبواب إن شاء الله. وغادي هاد الماء الورد هاد تكمليه في يوم واحد، ليلة واحدة كنتي درتيها مع الفجر وعاملة خدامة أو شي حاجة بغيتي غير دير للزواج، غادي تدهني الجسد ديالك، إلا الشعر تدهني كل شيء الجسد ديالك، تلبسي الملابس ديالك عادي وغادي تمشي العمل. حاولي أنك تلبسي لباس زهري إن شاء الله، ولكن المكونات فيهم القرنفل، نسيت القرنفل ما قلتوش لكم، القرنفل ماء الورد مع الحنة مع الورد، إذا القرنفل نسيته في الكلام، مع الورد مع الحنة، غدهني الجسد ديالك، غادي تولي واحد الريحة طيبة في الجسد ديالك سبحان الله، خصوصا يوم الجمعة تكوني ملائكة الرحمن سبحان الله تكون معك. وغادي هاد الحنة والورد غتجمعيهم وتنشفيهم في الظل، غادي تنشفيهم حتى ينشفوا، غديري لهم منديل أبيض وتحطيهم مع الملابس ديالك، تحطيهم مع الملابس ديالك. هاد الوصفة شحال من مرة غديريها؟ 3 جمعات، 3 جمعات، ما توقفيهاش في جمعة واحدة، تقدري ديريهم مفرقين، ولكن 3 جمعات إن شاء الله غيكون تيسير وتسخير في جميع الأمور. وصفة رائعة، غادي تديري الوصفة الأولى غادي ديريها ما بين الملابس، الوصفة الثانية غادي ديري تهزيها معاك في الحقيبة ديالك، الوصفة الثانية غادي تدفي ما بين الحمالات الصدر ديالك. إذن غيكونوا عندك 3 قبولات، وحدة تحت اللباس ديالك، وحدة غديريها في الحقيبة ديالك، وحدة غترفعيها معاك، ولكن 3 جمعات. إذن الماء الورد مع ماء زمزم أو ماء عادي أو ماء معدني مع أوراق ديال الورد مع القرنفل مع الحنة مع طاقتك ديال القرآن سورة الفتح
مع يا فاتح يا فتاح، غيكون عندك تسخير بإذن الله الواحد القهار. إذا حبايبي تنتمنى لكم حد سعيد، تنتمنى ربي يعاونكم ويسخر لكم جنود الأرض والسماء، يكون معاون ومعين في كل الأمور بحق محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.